عم ندرس كافة الخطوات اللي ممكن تكون تحفيز للتجار يرجعوا ينزلوا بأسرع وقت. انت بتعرفي البنايات اللي جوا اغلبها بيملكها وقف الروم ووقف المورني ووقف السنة وسوليدير، بس المحلات هي للأجار اغلبيتها 90% منها، بس في كان 550 مؤسسه تسكروا بهالظروف هاي، واليوم صارت الفرصه قويه كثير انه نرجع هالمؤسسات تفتح كلياتها، واللي هي حتى ينعكس ايجابا كثير على الاقتصاد ببيروت وبلبنان ككل. وقت لما كانت المنطقة مسكرة أمنيا طبعا بسبب الظروف الخارجية كنا عم نعاني منها وبسبب ظروف الحراك المدني، أثرت كثير المنطقة علينا، يعني عندك أجارات وعندك موظفين ورواتب وما في حركة كان بالمنطقة. هلا بعد ما صار لها تقريبا شي ساعتين المنطقة مفتوحة صرنا نشوف في عالم بالمطاعم بالقهاوي، رجعت العالم ترجع. رجعت لفوق I'm not that familiar with the history of the area, but I do understand that this square has been closed for some years. And how could it not be good for it to be open again and have people, you know, frequenting businesses and coming to cafes?